هي رسالة لكل من يفكر بإعادة تعويم بشار الأسد أو يعيد التطبيع معه. نحن بالأصل ما رهنا على حدا إلا على رب العالمين ثم على ثورتنا، ولذلك نحن مستمرين وعهد الله لا ينقض. نحن من تبقى من هذا الشعب الأذي المغوار المسكين، أبينا إلا أن نقول كلمتنا، وهي مستمرين في هذه الثورة تزامنا مع عدة مظاهرات قامت في معظم مدن العالم بشتى أطيافها وأشكالها، لتقول لا للطغيان، لا للإجرام، لا لبشار الأسد. اسمع يا بشار، اسمع، غصب عنك رايح تطلع. ما من عرف الصعوبة أبطال واسأل عنا، حمص واسأل عنا.